تمكنت قوات الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغرم تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس أمن الولاية من توقيف عصابة أشرار متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و30 سنة ينحدرون من ولاية مستغرم. كانوا على متن مركبة سياحية من نوع بيجو 208 سوداء اللون تحمل لوحة ترقيم مزورة. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 17 ماي 2020 في حدود الساعة 10 صباحا إثر تلقي محطة البحث والإرسال لأمن الولاية نداء مفاده هو وقوع اعتداء بالأسلحة البيضاء على موظفين تابعين لإحدى المؤسسات الخاصة كانوا بصدد إيداع مبلغ مالي من العملة الوطنية بإحدى البنوك، حيث تعرض أحدهم إلى اعتداء ببندقية صيد بحرية من طرف أحد أفراد العصابة مستغلا ظرف دخول زملائه إلى البنك لإيداع الأموال والاستيلاء في وقت قياسي على أحد أكياس معبأة بمبلغ مالي من العملة الوطنية والمقدر ب 3 ملايير و100 مليون سنتيم.